هل هذه المساعدات تكفي الأسر المحتاجة في أفغانستان؟ لا يمكن أن نقول بأنها تكفي، بل إنها مسكنة وليس يعني كالمريض الذي هو يعيش في حالة الاضطرار. فأشاب الأفغاني مثله مثل هذا المريض. هذه المساعدات مسكنة ل يعني ضغط الأحوال الجاري، ولكن كما قلت لكم في البرامج السابقة، قضية أفغانستان أو الخروج عن هذه الأزمة الاقتصادية والكارثة لأن لها عوامل متعددة وليست عواملها يعني جديدة. أفغانستان تعاني من الحروب المستمرة لمدة 4 عقود، فدمر البلد بشكل كامل، وهناك أثر الحرب المستمرة على البنية الاقتصادية، على الزراعة، وكذلك الجفاف المستمر لمدة سنوات الأخيرة. هذا أثر على الاقتصاد الأفغاني الذي يقف على الزراعة والثروة الحيوانية. ومن ناحية أخرى تجميد الأصول الأموال الأفغانية وكذلك وضع العقوبات الاقتصادية للحكومة، كل هذه العوامل يعني بشكل جماعي تسبب لإيجاد هذه الكارثة والأزمة التي تعاني منها الشعب الأفغاني. فحصول مثل هذه المساعدات لا شك أنها مسكنة لتحسين الأوضاع، ولكن ليس بشكل دائم بل بشكل مؤقت. فنحن نحتاج في أفغانستان أن تقوم المجتمع الدولي باستمرار مساعداتها لرفع العقوبات الاقتصادية ولرفع تجميد الأموال الأفغاني الظالمة، وكذلك نحتاج المساعدات لإعمار البنية التحتية وغير ذلك من المسائل التي تقوي البلد بشكل دائم وبشكل مستمر. فهذه المساعدات تساعد الشعب الأفغاني مؤقتيا وليس دائما.